أهلا بكم متابعي قناة ملوك الأرانب. اليوم وفي هذا المقطع سوف نشرح لكم تربية الأرانب في الأقفاص. طبعا إذا كان عندك أرانب وتحب تربيها داخل البيت وما عندك مكان مناسب لتربية الأرانب، ممكن نربي الأرانب داخل أقفاص. طبعا أنا ربيت الأرانب في هذا القفص، كما تلاحظون هذا القفص للطيور، هذا قفص طيور، ولكن أنا استخدمته للأرانب، ووجدت أن هذا القفص مناسب جدا لتربية الأرانب. طبعا إذا كان عندك أرانب يعني زوج أو زوجين بالكثير، ممكن أن نستخدم هذا القفص لتربية الأرانب في البيت. كما تلاحظون هذه أرضية السحاب. طبعا هذه الأرضية جيدة، يعني الفضلات والبول، الفضلات وبول الأرانب تنزل إلى هذه الأرضية. أنا أعجبتني صراحة هذه الفكرة واستخدمت هذا القفص، وحبيت أن أشارككم هذه الفكرة وحتى يستفيد الجميع. الآن سوف نضع الأرانب داخل هذا القفص وسوف نتابعهم خطوة خطوة. طبعا نضع لهم الأكل. ممكن أن نضع لهم الأكل. صراحة هذا القفص مناسب جدا ومريح، لأن الأقفاص الخاصة بالأرانب تكون غالية. وأيضا تنظيف هذا القفص بسيط جدا ومريح. سوف نلاحظ عند إخراج الفضلات، تنزل الفضلات إلى هذا، نقوم بسحب هذا اللوح البلاستيك، تكون الفضلات موجودة في هذا اللوح، هذا السحاب نقوم بتنظيفها مباشرة. أصور لكم القفص من بعيد. أتمنى من الجميع أن يستخدم هذه الفكرة وهذا القفص.
وعلى فكرة أيضا هذا القفص مريح وسيع ومريح، ممكن أن نضع زوجين من الأرانب داخله. أيضا لاحظ أن الأرانب تتحرك براحتها. مناسب جدا جدا. لاحظوا الآن البول، هذا بول الأرانب. عند التنظيف فقط نسحب هذا اللوح البلاستيكي ونقوم بالتنظيف مباشرة. ركزوا، هذا البول وهذا البراز. بصراحة فكرة رهيبة جدا ومريحة.